بالظبط من 800 حلقة قلنا لكم الكلمة دي، ما تخافش على الأهلي. عشان كده ضربة البداية المهمة مع مقالي ومقاله. 800 ملك وكتابة، مش 800 ملك، 800 حلقة ملك وكتابة. النهاردة الحلقة ال 800. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. وانت طيب يا استاذ ابراهيم. ليها معنى استمرارية البرنامج على هذا النمط ووصوله إلى الناس بهذا الأسلوب اللي بتلمسه وأنت داخل أو خارج مصر. أيوة. ثباتنا مع بعضينا. أيوة. نكهة البرنامج وسياسته وفلسفته مستمرة كما بدأ. أعتقد إن يعني أمر يستحق الاحتفال. أمر يستحق الاحتفال ويستحق التحية لفريق عمل البرنامج، كل الزملاء في الإعداد، في الإخراج، في كل، حتى الإخوة المصورين خلف الكاميرات الحاليين والسابقين. آه طبعًا ليهم كل التحية وليهم كل التهنئة على الجهد المبذول علشان نوصل ل 800 حلقة. هذا الاستمرار بهذه الثقة بهذا التأثير أعتقد زي ما المهندس عدلي قال تلمسه في كل مكان. والحرص على ثوابت البرنامج والالتزام بالخط المهني بتاعه من بدايته اعتقد تيجي نفكر الناس يا استاذ ابراهيم نفكر ايه الخط المهني والالتزام بالثوابت. طيب كانت مصر في عز ازمه الانفلات الامني. على فكره اول طلعه للبرنامج كانت المساله مش سهله خالص. كنا تقريبا في نهايه 30 مارس 2011 انفلات امني، حظر التجول، ومع هذا ظهر ملك وكتابة على شاشة الأهلي. هنشوف في هذا الفيديو ملخص للحلقة الأولى من ملك وكتابة والحلقة 100 والحلقة 200 ونفكر ونراجع مع بعض الحلقات المئوية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم الجديد ملك وكتابة، برنامج اتعمل بناء على طلباتكم ولتلبية احتياجاتكم. الملك والنادي الأهلي والكتابة، كل ما ينشر عن النادي الأهلي وخاصة التجاوزات، الإشاعات، الافتراءات، برنامج بيرد على كل هذه الأمور بالوثائق والحقائق. معانا كمان الأستاذ إبراهيم المنيسي ملك الكتابة اللي هو هيقول لنا عندنا ايه النهارده. اهلا بيك يا باشمهندس واهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذا البرنامج الجديد واولى حلقات ملك وكتابه. زي ما المهندس عدلي قال لكم الملك النادي الاهلي، الكتابه هو كل ما يكتب عن هذا الملك. لكن كمان اعتقد بعد 25 يناير الملك زادت قيمته والكتابه زادت قوي مساحتها، وايضا المناخ اتسع للكثير والكثير من جرعات الحريات اللي بتفرض علينا تحديات جديده في المرحله اللي جايه. عندك ايه بقى ضمن الكلام اللي الناس متشوقه ان احنا نرد عليه وتعرف حقيقته؟ كتير من الموضوعات يا باشمهندس، بس خلينا نقول ابرز العناوين اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الملك والنادي الاهلي والكتابه، كل ما يكتب عنه. ولكن لماذا هذا التذكير؟ نعرفها من الأستاذ إبراهيم الزميل العزيز. أهلا بك يا باشمهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة المهمة جدا والاستثنائية من برنامجكم ملك وكتابة. بحلقة الليلة يكمل ملك وكتابة 100 حلقة، 100 حلقة كاملة منذ انطلاق ضربة البداية في ملك وكتابة يا ملك الصفقات. انت قلت لي لازم نفكرهم باول حلقه ساعه ما قلنا لهم الملك والاهلي والكتابه كل ما يكتب صحيح. عنه صحيح، في بمناسبه الحلقه دليل البرنامج المئويه. واعتقد ان الوقت جري بسرعه، بس احنا يوميها قلنا سالتني سؤال، لو سالتوني تانية اجابتي هتختلف. قلت لي وقتها تفتكر فكره البرنامج وصلت للناس كما نريدها؟ قلت لك الحقيقه مش كل الناس. لو سالتني دلوقتي هقول لك ايه؟ طب ما نفكر. طب ما تقول لي انت لو سالتك انا دلوقتي يعني 100 حلقه كامله. كل سنه وحضراتكم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، وما زال
ما زال أفضل نادي في الكون، يواصل البهجة والاحتفالية والتألق والانطلاق إلى الأفاق العالمية، ولكن هذا حديث له مجاله في هذه الحلقة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين. وبالفعل هي لحظات الزهو بالملك، لحظات الفخر بالنادي الأهلي وبالكرة المصرية وبمصر كلها. اليوم كان يوما مشهودا في تاريخ النادي الأهلي، الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفي بالنادي الأهلي ويوفد مدير بطولة كأس العالم للأندية مع كأس العالم للاحتفاء بهذا الفريق الذي حقق رقما قياسيا عالميا، كونه أول نادي يصل مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى كأس العالم للأندية 5 مرات في تاريخ البطولة. أعتقد يا باشمهندس كان مؤتمر فعلا جدير بالنادي الأهلي. المؤتمر كان جميل وحنتحدث بالتفصيل عنه ما يجي حينه، ولكن أيضا هذا التزامن الرائع بين توقيت المؤتمر وفوز النادي الأهلي أو الإعلان الرسمي لفوز النادي الأهلي بجائزة الإبداع الرياضي عن طريق اللجنة المشكلة على كأس جائزة محمد بن راشد للإبداع، محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي، وحنقول تفاصيل، وانت عندك خلفيات عن هذه الجائزة العظيمة كلها تبعث إلى البهجة والاحتفال بأجمل نادي في الكون. يبدو أن الجوائز هي اللي بتدور على النادي الأهلي. حاجة غريبة تشعر كأن الحلقة دي النهاردة، مع الاختلاف بقى أنت خسيت وإحنا كبرنا ومش عارفين كبرنا إنما نفس ده دليل إيه؟ دليل مصداقية إن إحنا متسقين جدا وصادقين جدا في أهداف البرنامج وملتزمين بيها وملتصقين بيها. وبعدين تكتشف النادي الأهلي يحتفى به في الإبداع الرياضي على نفس الجائزة اللي خدها السنة دي برضو من نفس الجهة لتاني مرة، إن هو الذي استطاع أن يتعامل مع الأزمات اقتصاديا ويخرج بهذا التماسك. يعني النادي الأهلي يحافظ على هويته ويحافظ على السياسة، ده معناه إيه تاني؟ إن سياسة النادي الأهلي أيضا لم تتغير، أن دي مؤسسة ماشية بعمل مؤسسي، إن البرنامج مستمر في تأدية رسالته بنفس الطريقة والملتزمة ودون تغيير. عندك تعليق انت؟ فكرك بحاجة؟ مالطا بقت لاس فيجاس؟ احكي له بقى ولا احكي انا؟ طيب انت هتحكي الجزئية ديت، لكن هي الفكرة كانت ايه يا جماعة؟ هو على فكرة من يعني من طيب المفارقة ان احنا واحنا بنتكلم في الحلقة 300 اللي كانت بالظبط في 25/11/2013، كان الاتحاد الدولي بيبعت للنادي الاهلي الكاس العالم تقديرا للنادي الاهلي لانه الاكثر مشاركه لغايه وقتها في كاس العالم للانديه. فكره ملك وكتابه ولدت في اليابان، ولدت على شواطئ اليابان، لان تقريبا كنا في 2008 او يمكن 2007 او 2008 في بتحرك انا والباشمهندس عدلي والكابتن طارق سليم عليا رحمه الله والكابتن الخطيب بالليل، وكنا بنتكلم على اللي بيتعرض له النادي الاهلي من انتقادات واساءات ومحدش بيرد فكابتن طارق الله يرحمه قال لك طب ما تردوا في الكلام ده في الاعلام، ما تعملوا لكم حاجه. وقتها اتولدت الفكره ان احنا ليه ما نجتمعش. كانت قناه الاهلي اللي بدات في اغسطس 2008، مهندس عدلي كان بيقدم احد ايام برنامج الاهلي اليوم التوك شو الرياضي النهاري، وانا كنت في ميديا سبورت، الى ان اريد ان نجتمع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه احكي لكم. فوجئنا باداره القناه اللي كانت شركه الاي ار تي. الاي ار تي بتقول لنا والله احنا قررنا، انا كنت بقدم برنامج الاهلي اليوم، الاهلي اليوم بالتناوب مع زميلين عزيزين الكابتن سيد عبد الحفيظ ومش فاكر ربنا عافيني كان عمرو شاهين. عمرو شاهين عمرو شاهين. وبعدين لقيناهم بيقولوا، والاستاذ ابراهيم كان بيقدم ميديا سبورت مع الاستاذ محمد الليسي بالتناوب، لا احنا مش عاجبنا الكلام ده، احنا عايزين واحد بس يمسك كل البرنامج ده والتاني يمسك البرنامج ده. قلنا لهم طيب عايزين ايه يعني؟ قالوا لا احنا استقرينا الكابتن سيد عبد الحفيظ هيمسك الاهلي اليوم
استاذ محمد الليسي هيقدم الميديا. الله. فبصيت لهم كده يعني شكرا مع السلامه احنا. قالوا لا فكروا لكم بقى انتوا كل واحد في برنامج. قلت لهم لمعت في دماغي الفكره واحنا مجتمعين، ما كانش الاستاذ ابراهيم في القعده دي. قلت لهم خلاص انا وابراهيم هنجتمع في برنامج. مش هنعمل كل واحد فينا برنامج. قالوا يعني، قلنا لهم احنا والله بنتناقش من زمان، هو احنا ليه ما بنجمعش كل الهجوم على النادي الاهلي موثق ونرد عليه ايضا بالمستندات الموثقه صوت وصوره وبالطريقه دي هنقدر. وكان او على فكره الحمد لله وفضل من عند الله سبحانه وتعالى لم يسبقنا احد في اعلام توك شو سياسي او رياضي او فني في الفكره دي. استخدام فيديو القنوات الاخرى في الرد عليها. يعني كل واحد منه كان بدايه من دقن وفتن، بدايه اكتشافنا احنا للاليه دي، اليه انك ترد بحاجات موثقه. من معظمها من اقوال الذين يفترون على النادي الاهلي. فقالوا لي طب كويس، ما دي تريحهم على فكره، قبل ما يعملوا برنامجين هيعملوا برنامج. ثانيا احنا قبلنا او انا قبلت فارتاحوا بدل ما كان هيبقى في مشكله. قالوا لي بس استاذ ابراهيم رافض قلت له لا بس سيبوا لي استاذ ابراهيم. وكلمته قلت له يا راجل طيب ده هي فرصه وجات لنا، احنا مش كنا في اليابان عايزين واحد اثنين ثلاثه؟ وتولدت فكره ملك وكتابه. الملك هو الاهلي، الملك هو الاهلي، والكتابه كل ما اكتب عنه، والخلاف مع المكتوب وليس الكاتب. ودي نقطه مهمه جدا، لان احيانا يقولون مش كنتوا بتهاجموا فلان؟ اي احنا كنا بنهاجم ما كتبه فلان. عندما يكتب فلان كلمة منصفة نشيد به، نشيد بالمكتوب. احنا علاقتنا مش بالاشخاص ولكن بالمضامين، لان المضامين هي اللي عايزين الكلام ده يوصل للناس ويخش عقولهم. وللاسف الشديد احنا عايشين في جو، لذلك انا بقول يعني بأمارة ايه؟ من تزييف بشع للحقائق والاعتداء على كل ما هو جيد وتسطيحه ويعني تعظيم حاجات غير حقيقيه. فالبرنامج ده يا استاذ ابراهيم فاكر لما كلمتك وقلت لي اصل، قلت لك ولا اصل ولا فصل، هي فرصتنا. فانت ايه قلت لي؟ هو يعني برنامج ده هيبقى زي جزيره مالطا. قلت له ما تيجي نعملها لاس فيجاس يا سيدي. فبعد 100 حلقه لقيته بيقول لي ايه مالطا بقت لاس فيجاس، لان شفنا المردود في الشارع. وفي 2013 يا جماعه لما سافرنا المغرب فوجئنا بعائلات مصريه وعائلات مغربيه. ده انا في راجل مغربي جالنا يا استاذ ابراهيم لو تذكر، قال لي انا اشتريت ريسيفر ودش وتلفزيون عشان قناه الاهلي واشوفكم، عشان اشوفكم، عشان انا اسرتي بيبقوا عايزين يتفرجوا على فيلم وانا عايز اتابع البرنامج. صحيح. يعني الى هذا الحد احنا وصلنا، تجاوزنا، اصبحنا برنامج عابر للحدود. ونتمنى وده بنلمسه الحمد لله. انا لسه راجع من السعوديه. صحيح. ما عندكش فكره. صحيح. يعني الاشاده الذي يقدم والمحتوى. طبعا احنا والله ما المقصود الزهو ولا التفاخر، بس احنا بننقل لكم ان البرنامج استطاع ان يصمد ويستمر دون ان يسيء ودون ان ينجرف للاساءات. الحقيقه يعني لو في حاجه مهمه نأكد عليها، المنهج اللي استحدثه ملك وكتابة وزي ما المهندس عادل أشار كان الرائد فيه، يعني ريادة آلية التعامل مع أن أنت تستخدم فيديوهات البرامج الأخرى أو المحتوى بتاع القنوات الأخرى أو المواقع الأخرى أو الصحف الأخرى، ده كان إبداع ملك وكتابة. الجزئية الرد التانية عليها، الجزئية الثانية يعني أن أنت أولاً بترد على كلام موثق، وبترد على حد قال حاجه بعظمه لسانه، ما حدش بيتقول على حد. فمبدئيا احنا بنقاوم فكره التقول، مش بندعي ان فلان قال او بنقول قالوا له، لا استخدمنا قال ولا قالوا له، استخدمنا النص اللي صدر منه. فهي دي كانت جزئيه مهنيه مهمه جدا، الفصل ما بين المقولة والقائل والمكتوب والكاتب كانت مسألة مهمة جدا تخرج الناس في الأداء المهني عن إطار الشخصنة.